هلو بنات، صباح الخير. أنا اليوم الصبح هسه يعني يمي، فأقول لكم صباح الخير. بالنسبة أنا كنت منزلة جبن أبو الثوم، هواية خابروني وقالوا لي أنت ما سويتي الطريقة قدامنا. بصراحة هسه أني حسويها وأنتوا شوفوا بكيفكم طبقوها أو لا. هاي الجبن حبيباتي أنا مكسرته، أوكي مكسرته، واني بالنسبه لي مالح ما احبه، المالح ما احبه، فانقعه قبل يوم بالثلاجه. واللي يحب المالح يعوفه، بس يخسه ويكسره ما بها شيء. وهاي احبها ماني حبه السودة، يعني احبها حبه السودة، وهي حبه البركه هم يقولوها. وهذا الثوم الاخضر، يقولون مو ثوم اخضر، والله دشوفون هذا ثوم اخضر لو اخوه شنو هذا. يلا ها هذا ثوم اخضر، فهاي مخليه هنا شوفوا، خلينا الثوم يعجبك هواي يعجبك قليل، يعني هذا راجع لك. وهذا الحبة السوداء همين انا اوريدي يعني مسويتها حبيبتي شوفي. وبعدين تخليه بكاسه تخطيه زين كله سوا، وتخليه بكاسه او شيشه براحتك، وخليه بالثلاجه. أني دا أسوي وقتي، دا أسوي يعني ما دا أسوي يعني للسنين أضمه، لا هذا أخليه قدام إيدي. عاد أنتم كيفكم حسب العائلة، أني عائلتي كلش صغيرة فأسوي على قدي. وإذا تحبون تجربوا أهلا وسهلا، وإذا ما تحبون هم أهلا وسهلا. وأشكركم إذا شفتوا فيديو مالتي، كل واحد براحته هنا، حبين سوي وما تحبين هم لا تسوي، بس هي هاي الطريقه. الجبن المكسر، الثوم، اذا حبيتي حبه البركه هو اطيب يطلع. بعد تحبين يعني انا قايله وحقول، تحبين تاكلي ثاني يوم، تحبين ورا اسبوع بالثلاجه، ما عليه شيء يعني، لان اكو جماعات سنه وسنتين، بس انا ما احب يعني قايلتها. وشكرا انه شفتوني، بالعافيه علينا، واذا سويتوا بالعافيه عليكم، واشكركم شفتوا الفيديو.